اسمعوا يا أخوان ماذا قال الشيخ محمد سيد حاج من 13 سنة رحمه الله. رحمه الله قال قبل 13 سنة، اسمع ايش قال. ألا سأخبرك خبرا صادقا لن تجده في قناة من القنوات العربية ولا الأجنبية، سأخبرك وأنقل إليك نبأ جازما لن تجده على شبكات الإنترنت ولا على القنوات الإخبارية، مهما كانت متخصصة ومهما كانت مهنيتها عالية. في فلسطين ستجتمع جميع جيوش الكفر، الجيش الأمريكي كله ولن يتخلف أحد، والجيش الأوروبي كله ولن يتخلف أحد، والجيش الكافر كله والجيش الإسرائيلي، وستدور رحى معركة من أعظم معارك التاريخ على الإطلاق، ما حصل مثلها ولن يحصل بعدها مثلها، وذلك في ثرى الأرض المباركة والديار المقدسة. وستنتصر الجيوش الإسلامية من النبي الصادق المصدوق، والله إنه لحق، والله إنه لحق. لن ينتهي الصراع، ولكن لن تتمكن إسرائيل بالقوة. اسمعوها، سيقع شهداء وسيموت أطفال وسيحاصر بلد، لكن اسمع إلى النبأ الذي لم تسمعه في قناة من القنوات، اسمع إلى النبأ الذي ليس بكذب، الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة، ما جيش نظامي، والله الإسلام ده قوي يا أخي، مجموعة بتاعت مقاومة موجودة في قطاع، في قطاع يجنن العالم كله ويحرك أقوى الجيوش في العالم. ما قال جيش، ولا تزال، لن تنتهي المقاومة في فلسطين أبدا. والله كان انتهوا من حماس فردا فردا وطفلا طفلا، سيقيد الله وينبت من الأرض من يحيي المقاومة مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.